قالت فيه إن الاتحاد الإسباني تحرك في اللحظات الأخيرة لضم الزنزولي، وأكدت أن اللاعب بدأ يعيد تقييم الموقف الآن. ما هي صحة هذا الكلام؟ مساء الخير جهاد. بالفعل تداولت الكثير من المصادر الأخبار التي تخص ضغوطات من هنا وهناك يقوم بها الاتحاد الإسباني لكرة القدم على مهاجم برشلونة عبد الصمد الزلزولي، الذي استدعي مؤخرا من طرف الناخب المغربي للاعتماد عليه في لائحة الأسود التي ستخوض نهائيات كان الكامرون. الخبر المتداول يتعامل معه المراقبون هنا بحذر، على اعتبار أن هذا النوع من التعامل بين الاتحادات الكروية يدخل في إطار خلق توترات ما بين الفضاءات الكروية، يعني الفضاء المغربي ونظيره الإسباني أقصد. بالنسبة لزلزولي حتى الآن لا يوجد في موقف معارض لدعوة هالوليزيتش، بل ليست هناك أنباء تؤكد أنه يختلف مع هذا الأمر، وهذا هو الأهم. يعني حتى اللحظة جهاد اللاعب الزلزولي يعتز بانتمائه للمنتخب الوطني وفق المصادر المتداولة. هل أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم أي بيان كرد على الاتحاد الإسباني، أو ما الذي يدور في كواليس الاتحاد المغربي عن مشاركة الزلزولي مع الأسود وعن موقفه النهائي منها؟ أعتقد أن ما دام الاتحاد الإسباني لم يصدر قرار رسمي أو دعوة رسمية للاعب المذكور، يعني بالتأكيد ليس هناك موقف رسمي من طرف الاتحاد المغربي. إذا صحت هذه الأخبار، سيناريو منير الحدادي كم يمكن أن يتكرر مع الزلزولي برأيك؟ حكاية منير الحدادي ستكون يعني درسا، أو كانت درسا لكل لاعب بالتأكيد تعرض أو سيتعرض لمثل هذا الموقف. وأظن أن عبد الصمد الزلزولي وأهله وذويه وحتى محيطه يعني سيقرؤون حكاية منير الحدادي 1000 قراءة و1000 مرة، ولا أظن أن الزلزولي سيقع في هذا المطب. فاللاعب الشاب حتى الآن هو منضبط لقرار هالوليزيتش.